تعالوا ننتقل لحاجه اسمها، مش عارف سمعتوا عنها ولا لا، يعني اسمها يوم النظافه العالمي. في احتفال بيوم النظافه العالمي. انا بكلمك بجد والله. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنشتغل على سبيل المثال، وده احتفالا بهذا اليوم، والاحتفالات اللي من النوع ده بتبقى بالاجراء العملي. يعني ايه؟ بنشتغل على ازاله المخلفات البلاستيكيه من اعماق البحار والمحيطات قدر الاستطاعه، ومن على الشواطئ وما الى ذلك. ليه؟ خد بالك، العالم من ضمن ازماته البيئيه اللي موجوده فكره المخلفات البلاستيكيه اللي موجوده في البحار والمحيطات. ازمه كبيره جدا، وبتؤدي الى فعلا كوارث بشعه، وسوف تهدد الحياه البحريه يعني، او ان كانت بدات في التهديد بالفعل. معانا على التليفون دكتور محمود عبد الراضي، مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الاحمر. اهلا بيك يا دكتور محمود. اهلا بحضرتك. انا وسام يوسف بيه. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله والله. احتفالا بيوم النظافه العالمي، فاحنا عاملين حمله لازاله المخلفات البلاستيكيه من على الشواطئ وايضا من البحار، مش كده؟ تمام يا فندم، تمام. كويس. الاول عايز اعرف الحمله بادئه بقالها قد ايه؟ هل الحمله بتتعمل بشكل منتظم ودوري ولا لا؟ وجزء مهم جدا عايزين نفهمه مع بعض يا فندم، او حضرتك تشرحه لنا انا والمشاهدين، أهمية إزالة هذه المخلفات البلاستيكية من الشواطئ والبحار لأنها تهدد الحياة البحرية. عملية إزالة المخلفات من على الشواطئ في البحر الأحمر ومن البيئات البحرية القريبة في البحر الأحمر دي بيقوم بها جمعيات ومتطوعين في الغالب، وبتبقى بصفة دورية وصفة مستمرة وفق البرامج اللي بتحطها الجمعيات دي او الانشطه اللي بتبقى محطوطه من خلال جمعيات التوعيه المجتمعيه المختلفه بمحافظه البحر الاحمر. كويس. هل بتتعمل ايوه كمل يا فندم. بالنسبه للمخلفات، بالنسبه للمخلفات البلاستيكيه في البحر الاحمر، بعض المخلفات بتصل الى منطقه الشاطئ وبتيجي على الانظمه البحريه المهمه زي بيئات المنجروف، ودي بتجمع كم كبير جدا من مخلفات البلاستيك، لان غابات المنجروف ليها جذور هوائيه منتشره كثيره بتتراكم فيها المخلفات البلاستيكيه. البعض الاخر بيجي على تجمعات الشعاب المرجانيه القريبه من الساحل، وبتشكل مشكله كبيره. اهم انواع المخلفات البلاستيكيه اللي بتترمي الزجاجات البلاستيكيه، الاكياس البلاستيك، جراكن الزيوت البترول الخاصة بمحركات الأوت بورد بتاع المراكب، شباك الصيد أو اللي بنسميه الهب، اللي بيصبروا الصيادين أو بيتركوه في البيئة البحرية لأنه هو مخالف قانونا. طيب هسأل بقى، احنا هل الحملات اللي بتقوم يعني دي حتى وان كانت في اطار النشاط الاهلي والنشاط المجتمعي، هل بتقوم بدور فعال؟ هل بتحصل بشكل دوري ومستمر؟ هي بتحصل كتير ومستمره، لكن الدور الفعال مفروض بيبقى على اصحاب الانشطه نفسهم، لان المخلفات البلاستيكيه في معظمها هي ناتجه لسلوكيات بشريه خاطئه. على سبيل المثال، احنا لو بصينا لكل السقالات اللي موجوده قدام القرى السياحيه، كل السقالات دي مرمي تحتها كاوتش، مرمي على تحتها مخلفات بلاستيكيه من جميع الانواع وبكميات مهوله. مراكب السفاري والغط بتاخد اكياس زباله معاها عشان تجمع مخلفات اليوم الدي يوز اللي بيبقى المصطاف او السائح معاه. الغالبيه بترمي المخلفات دي في البحر، وبينتج عن كده عندنا مشاكل كتيرة نتجت منها إصابة أنواع من الدلافين، العثور على بعض القروش والأسماك وشبكة والسلاحف فيها شبك وفيها حبال. الحبال البلاستيك كان عندنا حتى من شهر تقريبا لدولفين موجود في منطقة العرق، وفي حبل مربوط على ديله، ده نتيجة لسلوكيات خاطئة سواء طبعا من مراكب السفاري أو من مراكب الصيادين.
صحيح صحيح. نتمنى بس ان الناس تبقى يعني واعيه جدا الى انه ده شيء اصلا بيضر بلقمه عيشهم يعني وتكسبهم من وراء السياحه في المنطقه، وبشكل عام ده يضر بالكوكب يعني. ولنا في ذلك حديث طويل على الحملات بتاعه ازاله المخلفات البلاستيكيه من البحار والمحيطات، ودي حملات كبيره بتحصل في العالم دلوقتي. اشكرك جدا دكتور محمود عبد الراضي، مدير المعهد القومي لعلوم البحار بمحافظه البحر الاحمر.